السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. هذه وصفة تخفف من أعراض القولون. هذا ليمون أسود مسوينه بالطريقة هذه، مكسرينه وشايلين منه الحب اللي فيه اللي زي هذا، وهذا سكر نبات. طبعا 100 جرام 10 جرام ونطحنها هنا وخلاص. حطيناها بالشكل هذا، بنطحنها الآن طحن ناعم، وبعد ما نخلص نحطها برطمانات، ويوخذ منها ملعقة صغيرة ويشرب عليها موية عند الحاجة. نبدأ بسم الله. طبعا الطحونة هذه لازم ناخذ الحذر، إنها قوية قوية بالحيل، يمكن نطحن هذا يمكن في 5 إلى 10 ثواني. ما شاء الله تبارك الله، اخذت بودره. الحين نعبيها بالبرطمان، بس بعد ما طحناها عبيناها في البرطمانات هذه. طبعا طريقه استخدامها، هذه ملعقه شاي صغيره، اللي يثور عليه القولون او يحس بمشاكل ياخذ الملعقه هذه وبعدين يشرب كاس مويه بعدها، وان شاء الله ان شاء الله عن تجربه انه بيخف.